يا مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. طبعا في إطار الشهر العالمي للمرأة، شهر مارس ده يعني كله احتفالات بالمرأة والأم، ومع كل الخطوات الجادة المنصفة الحقيقة للمرأة المصرية بصفة خاصة في ظل قيادة سياسية بتدعم المرأة الحقيقة في كل المجالات، تم إصدار وثيقة، والوثيقة دي هي وثيقة تأمينية للمطلقات من أبرز ما تحدث عنه قانون التأمين الموحد. المشروع ده الحقيقة منح منحة يعني ما حصلتش قبل كده، غير مسبوقة للنساء المطلقات من خلال وثيقة تأمين هتصدرها هيئة الرقابة المالية بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على القانون والتصديق عليه. بس ايه رأيكم قبل ما نبدأ فقرتنا ونتكلم في الموضوع اللي فيه ستات كتير جدا جدا عايزة تعرف ايه هو وهيفيدها ازاي؟ هنروح الاول لتقرير حيث كرمت محافظة الجيزة عدد طبعا من امهات واسر شهداء القوات المسلحة والشرطة من ابناء المحافظة، وده تخليد لارواح الشهداء والتذكير بالتضحيات الكتير اللي قدموها في سبيل الحفاظ على الوطن، وده بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشهيد وكمان عيد الأم. حضر الاحتفالية عدد من قيادات المحافظة، تفاصيل أكتر هنقدمها من خلال التقرير اللي جاي، وبعد كده نرجع للوثيقة المهمة جدا للمطلقات. خليكم معنا. مصر ما بتنساش أبنائها وخاصة الشهداء، أبطالنا اللي ضحوا بأرواحهم عشان بلدنا تعيش. عشان كده محافظة الجيزة نظمت احتفالية بيوم الشهيد لتكريم أسر وأمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم، شهداء القوات المسلحة والشرطة اللي غابوا عنا بأجسادهم بس فضلت أرواحهم الطاهرة وذكراهم العطرة. اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كان حريص إنه يكرم أسر الشهداء، تكريم بيحرص عليه دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفاء وعرفانا لكل أبطالنا الشهداء. دولة دايما يعني بتهتم بالشهداء وبأسر الشهداء، وتكليفات السيد رئيس الجمهورية لينا دايما برعاية أسر الشهداء وتقديم كل الدعم ليهم، يعني جزاء لما قدمه لصالح بلدنا عزيز مصر. وزي ما بيقول سيادة الرئيس، لولا تضحيات هؤلاء الشهداء ما كانت الإنجازات والمشروعات الكبرى اللي بتتم على أرض مصر، والاستقرار اللي احنا بنشهده واللي بندعو ربنا وبنحمد ربنا عليه سبحانه وتعالى إن يديمه على مصرنا العزيزة إن شاء الله بإذن الله. أمهاتنا أمهات الشهداء حكولنا كتير عن بطولات ولادهم، ولاد مصر الأبطال اللي فضلوا يدافعوا عن البلد حتى الشهادة. أحمد استشهد 17/1/2013 أمن مركزي في أسيوط، كان في مأمورية مكبرة من سعادة الوزير الداخلية ساعتها اللي هو محمد إبراهيم إن يطلعوا يطهروا منطقة اسمها منطقة الفتح، دي كانت مليانة تجار مخدرات ومحكوم عليهم بالإعدام وإجراميين ووار إرهابية رهيبة. فأمر مأمورية كبيرة طلعت من 22 ضابط، أحمد كان منهم. أحمد ده كمان ما كانش، كان دايما احمد بيقعد 22 يوم في اسيوط وبينزل لي 8 ايام اجازه في مصر، فكان ده اجازته، يعني ده كان وقت اجازته، ولكن الرؤساء قالوا له انت يا احمد هتنزل المأمورية دي. والله يعني تقدير لطيف وبيدينا شعور بالسعاده وبيدي الولاد شعور بتقدير الحاجات اللي والدهم عملها. هو والدهم استشهد في سيناء في 2 يناير 2016 في منطقة الحسنة في مطاردة مع تكفيرين. والله بصراحة من كتر ذوقكم وإحساسكم بينا وحنيتكم علينا احنا مش عارفين نقول لكم، مهما ندعي ومهما نقول مش هنديكم حقكم بصراحة، كلكم سيادة الرئيس وسيادة الوزير وسيادة المحافظ وبصراحة الداخلية كلها. يعني بصراحة أنا ابني توفى 17/7/2013 واستشهد من هنا، هي الشهادة دي حاجة جميلة احنا نتمنى نطولها، بس بصراحة كان بالنسبة لي كارثة بمعنى المقاييس. بس حنيتكم بقى بصراحة علينا وذوقكم وإحساسكم بنا هون علينا شوية، وأنا راح مني واحد، أنا حاسة إن أنا بقى عندي مليون واحد بصراحة، ربنا يخليكم لينا يا رب. الحمد لله وأنا احتسبته عند الله شهيد، ويعني ده شرف عظيم لينا إنه سيادة الرئيس بيكرمنا ويعني والقدر كله بتوع الجيش بيكرمونا وسيادة المحافظ مكرمنا النهاردة. الحمد لله احتسبته عند الله شهيد. جزيل الشكر لمن ضحى بالروح من أجل الوطن، وجميل الامتنان لأسر هؤلاء الأبطال. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ودي كانت حكايتنا النهاردة،
لست الستات. طيب بنرجع تاني لفقرتنا الخاصة بوثيقة تأمين للمطلقات. كتير بيسألوا عن هذا القانون، وتضمن مشروع قانون التأمين الموحد إنشاء يعني تأمين إجباري في حالة الطلاق بهدف توفير الحماية التأمينية لكل ست مطلقة. بتصرف طبعا كمجمعة، يعني كمبلغ مجمع، وده تعويض لكل مطلقة تقريبا 25 ألف جنيه أو أكيد 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن. الطلاق البائن ده اللي هو لا يمكن الرجوع إلا بعقد جديد حسب ما أفهم برضه، ولكن بشرط مرور أكتر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيه رسوم عند عقد الزواج و25 جنيه عند إشهار الطلاق. بتستهدف هذه المادة منح المطلقة مبلغ من المال، يعني نقدر نقول عليه تعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها، لا سيما مع توقف إنفاق العائل اللي هو الزوج بعد الطلاق. هنناقش الموضوع ده كله مع يعني ضيفتنا دايما الأستاذة ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي وعضو اتحاد المحامين العرب. يعني ولاء مبسوطه قوي انك انت معانا، وكل قضيه وقضيه بنستضيفك فيها بيبقى عليها جدل وخلاف والناس بتقوم وتقعد. يعني الاول طبعا برحب بيكي، وكل سنه وانت طيبه، رمضان قرب وعيد ام سعيد وكل الحاجات الحلوه. ميرسي يا دينا، وانا دايما بكون سعيده بالوجود معاكي وبنناقش اهم الموضوعات، وبرنامج ناجح ومميز جدا. طيب دلوقتي بقى فكيني طلاسم القانون الجديد ده. القانون الجديد اولا ده هتبقى يعني عايزه اعرف العناصر المحدده ليه باستفاضه اكتر من العنوان اللي قلناه. هو طبعا احنا في شهر المرأة، ودايما كده بنسمع اخبار جميلة في تدويج لدور المرأة في المجتمع وحقوقها، فاحنا بنلاقي ان دايما قرارات تصدر لصالح المرأة والاطفال، فدي حاجة كويسة جدا، وعايزة اقول تطور كبير قوي للمرأة المصرية. واحنا من هنا من البرنامج بنقول لكل مرأة مصرية كل سنة وهي طيبة، وبمناسبة عيد الام وكل اليوم العالمي للمرأة، وان شاء الله رمضان اللي جاي علينا خير. وكل الحاجات الحلوه دايما. طيب احنا عندنا اول حاجه ده قرار صادر، مشروع قانون لسه بيناقش وتمت الموافقه عليه ولكن لم يصدر الى الان. المشروع ده بيتكلم عن وثيقه تامين لاضرار او المخاطر اللي بتتعرض ليها المراه بعد الطلاق. ايه هي المخاطر؟ المراه علشان تحصل على مثلا دعوه تطليق للضرر او عند المأذون طلاق، سنين بتقعد كتير جدا عقبال ما تحصل على حقوقها الشرعية من مؤخر أو نفقة عدة أو متعة أو حتى نفقات للأطفال. فعلشان يتحكم في دعوة ويتم تنفيذها قدامنا سنة. أوكي. طب خلال السنة دي المرأة المصرية تعمل إيه؟ تروح فين؟ مين العائل ليها؟ تنفق إزاي عقبال ما تبتدي تحصل النفقات من الزوج؟ اللي ممكن تعمله إن هي تحصل على مبلغ مالي تعويض بسيط في ظل الظروف الحالية وارتفاع الأسعار، ولكن حاجة تعويضية زي كده تقدر تمشي بيها أمورها خلال السنة دي ما تبتدي تيجي تاني تحصل على حقوقها الشرعية، سواء بقى محكمة أو بطريق ودي أيا كان الأمر. بس هي هنا في شروط لموضوع الوثيقة. الوثيقة دي بيتم تحصيل الإيراد بتاعها إزاي؟ عند وجود عقد زواج بيتم دفع مبلغ 50 جنيه، وعند الطلاق 25 جنيه. ده مبلغ رمزي يعني زي ما تقولي كده شركة تأمين بتبتدي ان هي تحط الموارد دي زي صندوق كده، وبتبتدي ان هي ايه تصرف بقى الوثيقة دي بعد كده. هي شركة تأمين زي اي شركة. طيب لكن ملهاش اقساط، هي نفسها الوثيقه دي ملهاش اقساط سنويه بتدفع؟ لا ما حددتش اللائحه التنفيذيه لسه، ما نعرفش الـ يعني الحيثيات بتاعتها، ولكن الخطوط العريضه بس مش الزوج ولاء اللي بيدفعها. يعني اقصد مبلغ 25 ألف جنيه ده مش الزوج اللي هيطلعه من جيبه، دي شركه التامين عشان بس الازواج ايه ما يعرقلوش الـ لا دي شركه القانون. يعني لا شركه
التأمين يعني تعتبر حاجة تعويضية من الدولة. بيدفع رسم رمزي في البداية، أعتقد 50 جنيه مش مبلغ كبير يعني، مش حاجة تعوق الزواج أو طلاق أو أي إلى أي مدى أنت شايفة أن الموضوع ده هيساعد الستات؟ أنا شايفة أن هو في صالح المرأة، شايفة أن المبلغ ده حاجة تعويضية تقدر تمشي بيها أمورها هي وأولادها. شايفة أن إحنا دايما بننادي بسرعة التقاضي، سرعة يعني إجراءات التقاضي ما تقعدش بالسنين في المحاكم قبل ما تستحصل على حكم أو يتم تنفيذه، سواء بالتنفيذ الحجز أو عن طريق بنك ناصر الاجتماعي اللي بيدي نفقة مؤقتة أيضا عقبال ما ينفذ على الصندوق. بالظبط، علشان الستات ما يلجأوش اللي هتلجأ لأهلها، وممكن أهلها ما يبقاش عندهم فلوس وهكذا، ما تبقاش دايما الست في حالة احتياج. يعني الاحتياج ده شيء صعب ليها جدا. شروط الوثيقة أكتر من كده؟ أهم حاجة إن يبقى فات على الزواج 3 سنين، على اساس ما يبقاش برضو عمليه تشجيعيه اللي يتجوز شهر ولا شهرين وبعد كده يطلق ياخد المبلغ. ما يبقاش كمان، ما يبقاش مشروع، ما يبقاش مشروع او هدف ربح. فهو هنا او حتى خراب للبيت كمان يبقى في ضوابط علشان عدم الالتفاف عليه، لان ممكن تطلق طلقه باينه وبعدين تكتب عقد جديد وتبقى تبدا من الاول. ما احنا عايزين برضو يبقى في حاجه توضيحيه، لان في فرق بين البينونه الصغرى والبينونه الكبرى. البينونه الكبرى اللي هي 3 طلقات، ما ينفعش ترجع بعقد جديد الا بوجود محلل. لا، ما هو مش محلل، هو بزواج جديد او بزواج جديد، ما فيش حاجه اسمها محلل. يعني عملنا الدارج يعني. انا بشكر شكر جزيل لضيفتي، يعني بجد احنا بنتكلم وبنقول بس كده هايلايتس عن الوثيقه دي، لكن ان شاء الله ولا يبقى لنا لقاءات مره تانية نتكلم عنها بالتفصيل بعد ما يصدر بالفعل وينفذ هذا القانون. احنا هناخد فاصل ونتقابل الفقرة الجاية، ولكن قبل كده هنروح لتقرير عن تدشين منصة كارديوتوبيا للتحول الرقمي للرعاية الصحية، وده بتعاون جديد بين شركة أسترازينيكا العملاقة طبعا للأدوية وجامعة عين شمس العريقة. وناقش المؤتمر وسط حضور كوكبة من كبار الأطباء أهمية منصة كارديوتوبيا ودورها المهم قوي في وضع القطاع الطبي المصري في مصاف بقى الدول العالمية. كمان لازم نقول أن شركة أسترازينيكا واللي بيرأس مجلس إدارتها دكتور حاتم الورداني بتتمتع بحضور قوي داخل السوق المصري. هنعرف أكتر من خلال التقرير اللي جاي ونتقابل الفقرة اللي جاية. النهاردة يعني بصدد إطلاق كارديوتوبيا، دي منصة رقمية لقسم أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس ومستشفيات جامعة عين شمس. هذه المنصة الرقمية معنية بملف الرقمي للمريض بصفة عامة، من أول مرة يتشاف المريض فيها سواء كان في طوارئ أو في عيادة خارجية، دخل إلى المستشفى لفترة إقامة أو لم يدخل، تردده على المستشفى على عيادات خارجية، اتعمل له أي تدخلات سواء كانت معامل وتحاليل معملية أو أشعات أو إجراء تداخلي زي قسطرة القلب أو جراحات القلب أو خلافه. فكانت اسم القلب فكر أنه يعمل هذه المنصة الرقمية على حسب احتياجاته. عمل قاعدة بيانات للمرضى في اسم القلب جامعة عين شمس، ودي حاجة تقريبا بقالنا سنة بنعمل فيها. زي بقول إيه، كلمة قاعدة بيانات دي الناس بتاخدها أن هي حاجة سهلة أو حاجة بسيطة ممكن أي حد يعملها على الكمبيوتر، ومعلومات بتتكتب عن المريض، اسمه وسنه وأمراض وحاجات كده، إنما مش ببساطة دي، لأن هي قاعدة بيانات دقيقة جدا بيدخل فيها تفاصيل دقيقة عن كل حاجة. عن بالنسبة للتعاون مع أسترازينيكا، هو مثال جيد جدا للتعاون بين جهات حكومية ممثلة في جامعة عين شمس وعناصر المجتمع المدني ممثلة في أسترازينيكا. في الحالة دي هو تعاون غير هدف للربح على الإطلاق، هو دعم من أسترازينيكا بتوفير المال وشركة متخصصة في برامج كمبيوتر في العمل قاعدة بيانات لأمراض القلب ومرض القلب في جامعة عين شمس. فهو التعاون محمود للغاية، لأنه مثال يحتذى به بين بقية عناصر المجتمع المصري. هي فكرة عالمية الحقيقة،
لان العالم كله بيتجه ناحية السجلات الطبية الرقمية والعلاج عن بعد والتعليم عن بعد وكل ما هو